حيث رأينا إعادة فتح المحضر حال عودتنا إلى سرايا النيابة بعد معاينة موقع الحادث ومناظرة جثة المجني عليه، وبمناسبة تواجد الشاهد سعد عبد الحميد التهامي بسرايا النيابة، دعوناه داخل غرفة التحقيق وشرعنا في سؤاله بالآتي فأجاب. كمل البيانات يا محمود. حاضر رئيس. ساكن فيها عم سعد؟ ساكن في العمارة 291 شارع دمشق. المهندسين يا باشا. مهندسين؟ قصدي يعني في الأوضة اللي تحت العمارة 291 اللي اتقتل فيها الأستاذ فهد. الله يرحمك يا أستاذ فهد يا طيب يا بيه. يا ولدي عليك يا حبيبي يا أستاذ فهد. أصلا يا باشا البواب بتاع العمارة دي وساكن فيها أنا وعيالي من 15 سنة، ما عمرنا شفنا ولا سمعنا حاجة زي كده. خلاص يا عم سعد، هنبقى ندردش في الحكاية دي بعدين. حاضر حاضر يا باشا. أنت قلت في محضر الشرطة إنك أول واحد استقبلت الأنسة شهد وصاحبتها أول ما وصلوا العمارة ودلتهم على مكان الاستوديو. تمام كده سعد. وفي آخر الليل شفت الأنسة شاهدة وهي نازلة لوحدها بتجري على السلم. أو النعم هو ده اللي حصل. طب وهي نازلة بقى بتجري على السلم، ما لاحظتش عليها أي حاجة غريبة؟ مخضوضة، متلهوجة، بتتلفت حواليها مثلا؟ حالها يا باشا، حالها كان مقلوب على الآخر، شعرها عدم المؤاخذة كان مغبر كده، عينها كانت زايغة، وشها غرقان في العايد. وعملت ايه بقى لما شفتها في الحالة الغريبة دي؟ اعمل ايه يا باشا؟ قلت استغفر الله العظيم، واللي جه على بالي يعني انه عدم المؤاخذة، بس الاستاذ فؤاد الله يرحمه بقى يعني كان شجع حبتين. فهمت. ورجعت اوضتك على طول يا عم سعد؟ مش على طول جوي يعني، قعدت على البوابة خمسة كده وعفرت سجارتين. ورجعت اوضتك ونمت؟ حاولت، وكتاب الله المجيد حاولت يا باشا اكتر من ساعه ونص، وانا عمال افرك في فرشتي واتقلب يمين واتقلب شمال زي عدم المؤاخذه الفرخه المشويه. انما ايه يا سعاده الباشا، مستحيل مستحيل انعس ابدا. ليه يا عم سعد؟ الجلج يا باشا، وساوس عماله تاكل في عب زي فران الغيط عدم المؤاخذه. من جهه بفكر في المزمزيل اللي نزلت على ملا وشها دي بخلاف صاحبتها اللي نزلت قبل منها بيامه، ومن جهه تانية مستعجب جوي جوي من الاستاذ فؤاد. ومستعجب منه ليه؟ اصل عدم المغزى يا باشي، الاستاذ فؤاد كان خلقي حبتين وطلباته ما بتخلصش، والليلة اللي بيسهر فيها الوش الصبح بتبقى ليلة سدى علي أني. مسافة السكرتيرة بتاعته ما تنزل هي والفراش يستلمنا أنا بقى إشي سجاير على كارت محمول حاجة سجعة، ما بقعدش على حيلة يا باشي، ومش بعادة يعني يقطع الخنس كده مرة واحدة. يبقى لي حاجة استعجب ولا لأ يا باشي؟ لا يبقى لك. طب وفي التوقيت ده بقى يا عم سعد، ما لاحظتش اي حاجة غريبة؟ وقت ايه؟ الساعة ونص اللي انت قعدت تفرك فيهم على السرير زي الفرخة المشوية، ما لاحظتش اي حاجة غريبة؟ صوت رجل طالع على السلم، عربية بتركن قدام العمارة مثلا. طب داني سعادتك لو سمعت حاجة زي كده هتن في مطرحي ولا هسكت؟ يا باشا شغلتنا دي خطرة قوي قوي قوي، الواحد لازم تكون عينيه مفنجلة وودانه بتسمع الهوى. وبعدين يا باشا احنا كنا في وقت وخر قوي، لو سعادتك ترمي الإبرة فيها ترن. بس أنا ايوه انا افتكرت حاجة حالا اهو.
حاجة إيه؟ لما الفكر شد علي قلت ما بنتهاش بقى جهزة. لازم أنا أطلع طول طل على الراجل واطمن بنفسي. خرجت من الأوضة وأمنت على المدخل وبصيت بصة كده نواحي البوابة ورحت على الأسانسير وركبته وطلعت على دور المرحوم. ولما وصلت لقيت باب الاستوديو مفتوح. انفجعت، ايه اللي هيسيبه مفتوح لحد الساعه دي؟ ما عمراش حصلت ابدا. وما دخلت ريسبشن لقيت الباب الجواني بتاع الاستاذ برضك مفتوح. خفت اخشله غشم كده من غير استئذان، لا يهب فيا زي عوايده ويسبخني بكلمتين. ناديت عليه يا باشا يا فؤاد باشا، ما ردش. وانا واقف لمحت بوك حريمي واقع على الارض. ولما فتحته لقيت فلوس وكروت وبطايق وحاجات كتير كده وصوره للمزمزيل الحلوه اللي اسمها شاهد دي. قلت بس اهي دي حاجه كويسه قوي ندخل بيها. ولما دخلت يا ريتني ما دخلت، لقيت واجع وممدد على الارض وغرجان في دمه. يا وانت غريبة، والحكاية دي أول مرة تحصل ولا اتكررت قبل كده؟ لا يا فندم، كانت بتحصل كتير جدا ومع ناس أهم من نادر سمارة بكتير، وكل الوسط الفني عارف عنه الطبع ده. يعني بيبقى كويس وزي الفل وفجأة كده يهب في ضيوفه ويطردهم من المكتب؟ ويشتم ويقول ألفاظ خارجة، بس في الحقيقة ما كانش حد بيزعل منه خالص لأنهم متعودين على أسلوبه ده، وكمان كانوا عارفين ان هو بيصفى بسرعه ويرجع ويصالحهم ويقول لهم كلام لايق جدا. حتى اللي كان بيمشي كان بيرجع تاني عشان محتاج له. البواب بيقول ان شاهد العريني كانت تايهه وما تعرفش العنوان لما جات لكم امبارح بالليل. هي فعلا قالت لي كده. ده معناها انها اول مره تيجي فيها الاستوديو. اول مره تيجي الاستوديو واول مره تقابل الاستاذ الله يرحمه، بدليل ان هو لما شافها معرفهاش، وهو بس وافق يقابلها عشان كانت جايه بتوصيه من الشيخ حسان عشان يسمع صوتها. مين الشيخ حسان ده؟ شيخ طريقه كده من دمنهور، الاستاذ كان بيتبارك بيه. بيتبارك بيه؟ اه. طب تفتكري واحده زي شهد ايه اللي ممكن يدفعها انها تقتل راجل ملحن مشهور؟ كان ممكن يديها فرصه كبيره عشان تغني وفي اول مره تشوفه فيها. معرفش، يمكن تكون مزوقة من أي حد عليه وعملت الفيلم ده عشان تدخله وتنفرد بيه. مش غريب التفسير ده شوية يا هويدا؟ أنا ممكن أقبله لو كنا بنتكلم عن بنت محتاجة قرشين أو واحدة من بتوع الآداب مثلاً، إنما طالبة في الجامعة الأمريكية وبنت جراح كبير زي سليمان العريني. يا فندم أنا قلت رأيي لحضرتك بناء على اللي أنا شفته، لكن أنا مش بتهمها ولا حتى متأكدة من الرأي ده. اللي أنت شفتيه إزاي؟ هو أنت عندك حاجة جديدة غير إنها آخر واحدة نزلت من عنده قبل ما سعد يطلع ويكتشف اللي حصل؟ لا حضرتك، ده مجرد إحساس، يعني ان هي تصر ان هي تقابل الاستاذ رغم ان هو اتاخر كتير جدا في البروفا، وموضوع صاحبتها ده جت وقعدت ومشيت بدون اي اسباب. الموضوع كده كله على بعضه ما ريحنيش انا شخصيا. منطق برضه.